حياكم الله. لا يخفى على أحد أن السياحة العلاجية تعد من أهم ركائز ودعائم الاقتصاد الأردني، إذ تشكل عائدات السياحة العلاجية في الأردن ما يقارب ثلثي عائدات قطاع السياحة. هذا لما تتميز به ويتميز به القطاع الصحي على مدار سنين طويلة من سمعة طيبة والحمد لله على مستوى العالم. استطاعت جذب مئات المرضى العرب الذين اختاروا الأردن وجهة استشفاء موثوقة. اليوم نسأل عن حال السياحة العلاجية بعد عامين من أزمة كورونا. هل بدأت السياحة العلاجية بالانتعاش؟ كيف يمكن التعامل مع المشاكل والصعوبات لتسهيل دخول المرضى ومرافقيهم من الخارج؟ ما الجنسيات المقيدة؟ ما حجم تأثيرها على السياحة العلاجية؟ هل تمتلك المستشفيات الكوادر المؤهلة الجاذبة للسياح؟ وهل تحقق المستشفيات الأردنية تنافسية بأسعار الخدمات الطبية مقارنة مع الدول القريبة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيوفي اليوم، وأبدأ بعطوفة المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات. مساء الخير دكتور. مساء الخير. وأهلا برئيس جمعية المستشفيات الخاصة دكتور فوزي الحموري. مساء الخير دكتور. مساء الخير. وسينضم إلينا من العقبة عضو لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة النيابية عبيد الياسين صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. خلال اجتماع مشترك للجنة الصحة والبيئة ولجنة السياحة والأثار والخدمات العامة في مجلس النواب، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن ملف السياحة العلاجية متعدد الجهات وليس مرتبطا بجهة رسمية واحدة، موضحا أنه تم تأسيس لجنة مشتركة اجتمعت في وقت سابق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بما فيه ذلك كيفية تنظيم العمل بالسياحة العلاجية. وأضاف أن الاتفاق شمل وضع خطط وبرامج مرتبطة باستقبال السائح القادم من الخارج للمملكة لتلقي خدمة السياحة العلاجية وتوحيد المرجعيات المعنية في استقبال وتقديم الخدمة العلاجية، وبين أيضا الخطط المعدة تفتح المجال أمام السائح العلاجي ومرافقيه لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمملكة. وكشف أيضا عن وجود لقاءات واجتماعات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى من ليبيا، إضافة إلى مطالبات من وزارة الصحة التونسية لتفعيل البروتوكول الصحي مع الأردن بهدف استقبال المرضى. أهلا بكم من جديد وأجدد الترحاب بجميع الضيوف مع حفظ الألقاب. سأبدأ وإياكم هذا اللقاء وسأبدأ معك دكتور فوزي، وأنت طبيب، كيف تشخص السياحة العلاجية في الأردن؟ بداية شكرا أخي عامر. السياحة العلاجية هي تعتبر ثروة وطنية، أعتقد بأنه الأطباء الذين سبقونا كان لهم فضل كبير برفع اسم الأردن عاليا، وأصبح قبلة العلاج الأولى على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا الشيء نحن نفتخر به ويفتخر به جلالة الملك. وكان آخر حديث لجلالته الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية عندما التقى الأطباء الأردنيين في أمريكا. نعم. هل ما زالت القبلة العلاجية الأولى الأردن؟ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نعم، ما زال الأردن قبلة العلاج الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هنالك مشاكل عانى منها القطاع خلال السنتين الأخيرتين كما عانى باقي دول العالم وباقي القطاعات بسبب الكورونا وبسبب الإجراءات الصحية التي كنا نشترطها على من يرغب بالقدوم إلى المملكة. نعم. اليوم إحنا غالبية هذه الإجراءات تم رفعها باستثناء بعض الإجراءات اللي نتأمل أن نقوم برفعها في اجتماع لجنة الأوبئة اللي إن شاء الله حيكون يوم الثلاثاء القادم. بعض هذه الإجراءات التي ما زالت موجودة حتى الآن بالنسبة للمرضى غير الأردنيين اللي بيجوا على الأردن مطلوب منه إبراز شهادة تأمين صحي ضد الإصابة لمرض الكورونا، وبالتالي هذا المطلب ما زال يقيد السياحة إلى الأردن سواء سياحة علاجية أو سياحة عادية، اللي هي إبراز هوية المطعوم. لا، شهادة تأمين، بطاقة تأمين صحي إذا أصيب بالكورونا في الأردن أنه عنده تغطية تأمينية لغير الأردنيين. وهذه أي واحد بده يدخل على الأردن من خارج من غير الأردنيين لازم يدخل على منصة اسمها فيزيت جوردن،
أحد المتطلبات لغير الأردنيين غير أنه يفرج شهادة التطعيم أنه يكون عنده تأمين صحي ضد الكورونا. الحقيقة ما عندي فكرة لأنه بيختلف من دولة لدولة، أنت بتشتري بالدولة اللي أنت طالع منها. لا يعني حسب، بشتريه مش من الأردن، لا الدولة هو بشتريه من الدولة اللي هو عايش فيها، شركة تأمين تغطيه في الأردن. هذا عائق، هذا أحد العوائق التي بقيت. طبعاً نسبته كبيرة هذا العائق، مش كثير لكنه مهم. وإحنا أعتقد أنه سيبحث يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله أنه إحنا نسعى إلى إزالة جميع العوائق التي تعيق قدوم السياحة إلى الأردن، سواء السياحة العلاجية أو الاستشفائية أو غيرها من أنواع الزائرين إلى المملكة. ولكن برجع بأكد لك أنه إحنا تنافسية الأردن كمقصد للسياحة العلاجية موجودة، الكوادر الطبية الأردنية سمعتها عالية جداً، مستشفياتنا مجهزة بأحدث التجهيزات من أفضل الأجهزة في العالم، المريض اللي بيجي بتعالج في الأردن يتميز أنه يستطيع أنه يحصل على الخدمة على الفور، لا يوجد عندنا ما يسمى الويتنج ليست أو أنه استنى لما تشوف الطبيب وأيام عشان تعمل الفحص وأيام عشان تعمل عملية. المريض اللي جاء من دولة ثانية ما عنده هذه رفاهية الانتظار، وبالتالي no waiting time عندنا. كويس. أسعارنا اللي ذكرتها أسعارنا منافسة جدا مقارنة بالدول التي تنافسنا في مجال السياحة العلاجية. يعني ما بنقارنها بالسعر الأردني على المريض الأردني، احنا بنقارنها على المريض السائح. احنا بنتخيل انه مريض مثلا عايش بالسعودية او بالعراق وبده يروح يتعالج، يا بده يروح على الأردن، يا بده يروح على تركيا، بده يروح على أوروبا، وين بده يروح؟ إذا بتقارن الأردن كعلاج مقارنة بهذه الدول، العلاج في الأردن أسعاره منافسة جدا. وبالتالي إحنا ما بنتكلم على مريض أردني يشعر بأنه كلفة العلاج في القطاع الخاص مرتفعة، لأنه ممكن يكون معدل الدخل في الأردن أقل من معدل الدخل في الدول الأخرى. وبالتالي تنافسية الأردن موجودة، الإقبال على الأردن موجود، كان هنالك محددات ومقيدات لقدوم المرضى، جزء منها ما زال، منها ذكرت أنت خلال تقريرك ما سمي بالجنسيات المقيدة. اليوم إحنا خلال الاجتماع أبلغنا أنه ما بدنا نستعمل هذا الاسم، أنه حنسميه الجنسيات اللي يحتاج إلى موافقة مسبقة. وبالتالي يعني لما نقول مريض سوداني ما بنقول جنسية مقيدة، لكن بنقول أنه يحتاج إلى موافقة مسبقة للحصول على التأشيرة. معنا مشكلة إيش التسمية إحنا، لكن إحنا بهمنا بالآخر أنه المريض الذي يقصد العلاج في الأردن تكون عمليته ميسرة. ماشي طيب ماشي. الآن العائدات من السياحة العلاجية مرتفعة دكتور، كيف كانت والآن كيف أصبحت؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، هناك من يعلق ويقول إذا تم تشكيل لجنة معناته ماتت. لا سيدي خليني إن شاء الله تفضل خير. بس أنا دكتور شوف، عائدات السياحة العلاجية بال 2019-18 والسنوات قبل الكورونا وصلت حوالي مليار دينار أردني. ليش؟ عدد المرضى اللي بيجوا تلقوا العلاج سواء مستشفيات أو في العيادات يكون معدل تقريبا 2 أو 3 مرافقين معه، فبالتالي معدل الدخل أو الإنفاق داخل الاقتصاد بيوصل المليار دينار للسياحة العلاجية. نعم. وبيحرك قطاعات كبيرة، يعني الفندق، الطيارة، سائق التاكسي، السيارة السياحية، المطعم صحيح مفروشة أو الفنادق والإنفاق. معدل الإقامة المريض بتكون معدل أعلى من السائح العادي تقريبا، نحكي قد من أسبوع لشهر وشهرين. نعم. فبالتأكيد هي إضافة نوعية للاقتصاد. هي قضية مش لجنة بقدر ما هو في تنسيق كبير، يعني دكتور فوزي هو عضو مجلس إدارة بهيئة تنشيط السياحة، فيعني بجوز أحكي لك إياها من حسب توجيهات سيدنا جلالة الملك بضرورة إيلاء السياحة العلاجية والاستشفائية أهمية خاصة. تم تعديل نظام هيئة تنشيط السياحة، في مجلس أمناء للسياحة الصحية موجود في الهيئة يرأسه وزير الصحة لأهمية هذا الموضوع، وتم إحداث وحدة قبل سنتين في هيئة تنشيط السياحة تسمت وحدة السياحة الصحية، تعنى في التسويق والترويج للسياحة العلاجية أو الصحية صح التعبير، وتم رسم مخصصات كبيرة لها. والآن راح سنأتي على تفاصيل الخطة التسويقية والترويجية والأنشطة الترويجية بتقوم فيها الهيئة. نعم. ولكن هي الاجتماعات اللي صارت بجوز مؤخرا من قبل رمضان لغاية الآن حوالي 5 اجتماعات، وضعنا الخطوط الرئيسية مع وزارة الصحة،
جمعية المستشفيات الخاصة، نقابة الأطباء، وهيئة تشريط السياحة، وزارة السياحة، ووزارة الداخلية. عندنا أرقام قديش وصلنا بالسياحة العلاجية منذ بداية العام؟ يعني بجوز الدكتور بيحكي فيها أكثر لأنه الإحصائيات موجودة عنده، ولكن عندنا أرقام الأرقام البلهيئة حتى بعدين نيجي على الأرقام اللي موجودة عندنا. يعني خليني أحكي لك، لغاية الآن بين المرضى والمرافقين لغاية شهر 4 49372، بجوز الأرقام تكون عند الدكتور حتى أعلى. نعم. من الأرقام الموجودة، بس تقريبياً هاي أرقام وزارة الصحة. يعني بجوز تكون عند الدكتور أعلى. هذا بيعطي مؤشر انه الحمد لله بلشت تتعافى. هذه الارقام تعني 50,000 او 60,000 حتى اللحظه، هل يعني ذلك بانه بدات السياحه العلاجيه باسترداد صحتها؟ صح الوصف. شوف، السياحه العلاجيه لم تتوقف، يعني خلال فتره كورونا، وبتذكر الدكتور احنا انشانا مع جمعيه المستشفيات الخاصه اهم منصه خلال فتره الاغلاق التام، منصه سلامتك. نعم. تنشيط السياحه وجمعيه المستشفيات الخاصه وضعنا كل المستشفيات العامله في مجال السياحه العلاجيه على هذه المنصه، وتم تنسيق مع وزارة الداخلية على المعابر البرية والجوية كيفية إدخال المرضى، خصوصا في المعابر البرية في بداية الإغلاق. وفعلا تم، يعني المستشفيات الخاصة تلقت العديد من المرضى اللي تعالجوا في الأردن، في عنده حالات سابقة بده يراجع بده يكمل، فالحمد لله ظلت مستمرة. لكن بدي أكد لك الآن الدكتور بده يحكي بتفاصيل أكثر على الأرقام اللي عنده، لأنه هون قطاع خاص. نعم. هو بيعطيك فعلياً إنه هل فعلياً المستفيد فقط القطاع الخاص؟ سيدي أحكي لك شغلة بصراحة، إحنا قاعدين نركز على موضوع القطاع الخاص، المستشفيات الخاصة العاملة في مجال السياحة العلاجية، مش كل مستشفياتنا. مستشفياتنا الحكومية بما في حتى الخدمات الطبية الملكية، الكباسيتي الموجودة عندها يلا تخدم المواطن الأردني. وإحنا بصراحة بهمنا كمان المواطن الأردني، أنا بدي أخلي كمان أسرة وبدي أخلي مجال بكرة برايورتي أنا عندي المواطن. القطاع الخاص في عنده جزء من الأسرة موجودة للعلاج الإخوة اللي جايين من برا، وفي للمواطن الأردني، لكن المواطن الأردني أولوية. بس بأكد لك الآن هذه اللجنة أو هو فريق حكم صار فيه تناغم كبير. نعم. وصار مجتمعين 5 اجتماعات وخلصنا، يعني وضعنا الخطوط الرئيسية والأمور بطريقها الحل. يعني أحكي فيها بصراحة، نتائج عمل هذه اللجنة خفف القيود على كثير من الجنسيات. يعني الآن موضوع الإخوان في العراق، العراق لا مسموح له، العراق الآن صار فيه في تخفيف، في تخفيف على موضوع الإجراءات القيود. امبارح كنا نحكي في موضوع السودان، بصراحة أحكي لك شغلة بالتفصيل. بالنسبة للعراق في عندنا مشكلة أو في صعوبة في الحصول على التأشيرة من داخل السفارة، كون السفارة الأردنية داخل المنطقة الخضراء. صحيح. الآن صار في حديث ورفعنا كتاب أنه بمراحل النهائية أنه يكون في مكتب خدمات خارج المنطقة الخضراء يلم الجوازات السفر حتى يسهل ويسرع. الملكية الأردنية قاعدة بتعطي فيز، الشركات النقل عم تعطي فيز، فالآن صار في تسهيل. اليمن في تناول في في في, في يعني تعاون كبير مع وزارة الداخلية. اليمن سيدي شوف، أقول لك ليش، لأنه اليوم الملكية أعلنت أنه يوم الاثنين أول رحلات اليمن للأردن راح تبدأ. نعم صحيح. شوف، هل يعني ذلك بأنه إحنا راح نستقبل أيضا مرضى للسياحة العلاجية من اليمن؟ ونعرف أنه هم أعدادهم جيدة بالأردن، يعني اللي يجوا بأخذوا هذه السياحة. شوف، إحنا قاعدين نحكي على اليمن، نحكي على ليبيا. اليمن أكيد سوق مهم بالنسبة للأردن، والمرضى دائما يفضلوا الأردن كوجهة للسياحة العلاجية. يعني موضوع اللغة، اللغة عربية مشتركة. يعني طيب شوف الميزة التنافسية الأردن اللي حكى فيها الدكتور، المريض العربي بفضل الأردن كونه تعرف يعني لغة مفهومة، بحس حاله بين أهله وبين يعني دولة عربية، وبالتالي كثير بشجع أنه يجي على الأردن، خصوصا سمعة الطب في الأردن عالية جدا. الآن موضوع اللي كان بجوز من التحديات موضوع خطوط الطيران، هلا اليمن إن شاء الله طريقة الحل، لكن في عندنا مشكلة في ليبيا. ليبيا الآن في بجوز الدكتور بحكي أكثر هذا الموضوع، ليبيا الآن لغاية الآن ما في خط طيران مباشر للأردن. مشكلة ليبيا بخط الطيران ولا بالفواتير؟ أجاوب. أول شيء طبعا لا يوجد طيران مباشر اليوم بين الأردن وليبيا، سواء طرابلس أو بنغازي. كويس. لا يوجد خط طيران مباشر بين الأردن والخرطوم، وبالتالي لا في طيران سوداني بيجي ولا الملكية بتروح. ماشي. اليمن حاليا بتيجي طيارة مرتين بالأسبوع، اللي هي الطيارة اليمنية، الملكية ما بتروح على اليمن. اليوم قالوا الملكية بتروح يوم الاثنين إن شاء الله أنها تروح. الملكية حابة تروح على ليبيا، والملكية حابة تروح على السودان، لكن هيئة تنظيم الطيران
لم تسمح لها بأن تطير إلى لماذا؟ ليبيا لأسباب غايات أمنية يعني؟ لأسباب هم أدرى فيها. ولكن إذا أنت بدك تجيب مريض من طرابلس ويروح ترانزيت عن طريق إسطنبول أو عن طريق القاهرة أو عن طريق السعودية أو الإمارات ويجي على الأردن، رحلته بدلا ما تستغرق 3 ساعات بتصير 12 ساعة. لو أنا مريض ما بساويها، وخاصة إنه هاي الدول اللي بنحكي عنها ممكن هو ينزل ويتعالج فيها. نعم. ليش يركب طيارة ثانية ويجي عندك؟ ذكرت بالنسبة لفواتير ليبيا، فواتير ليبيا أبدا مش مشكلة، والدليل على ذلك إنه إخواننا الليبيين كل يوم بتواصلوا معنا بدهم يفتحوا السياحة العلاجية من ليبيا إلى الأردن. المستشفيات عندها تحفظات لأنه ما زال إلها ديون على الحكومة الليبية، وبالتالي ما لم يتم تسوية هذا الملف لن نستطيع استقبال المرضى الليبيين. حجم الديون كبير من ليبيا؟ كان كبير، دفعوا جزء وظل جزء، يعني المديونية اللي ضايلة هلا تزيد عن 100 مليون دولار، الباقي 100 مليون دولار، الباقي 100 مليون دولار. بالنسبة للأرقام، احنا شهدنا انه اعتبارا من بداية هذا العام كويس صار في عنا حركة لا بأس فيها من أشقائنا العرب يجوا على الأردن. عدد المرضى الذين أدخلوا للمستشفيات كويس، خلينا نميز بين المرضى أدخلوا بالمرافقين، لا بحكيش على المرافقين، المرافقين أنا ماليش فيهم، ماشي، أنا بحكي على اللي بتعالجوا في المستشفيات بينام بالمستشفى وبين اللي بتعالجوا في العيادات والمراكز الطبية بدون ما يحتاج يدخل. ماشي. إحنا بالمتوسط كل مريض بدخل المستشفى في 3 مرضى ما بدخلوا المستشفى. يعني أنا طبيب بيجين على العيادة مرضى عرب، بشوفه بالعيادة وديه على المختبر، وديه على الأشعة، بعمل له صور، بعمل له كل اللازم، بس ما بينام بالمستشفى. فهذا ما بيظهر بسجلات المستشفى كحالة إدخال. نعم. عدد المرضى اللي دخلوا المستشفيات من 1/1/22 لليوم، مش لليوم، ل30/4 13,000 مريض. إذا حسبنا المرضى الأوت بيشنت اللي هم ما دخلوا المستشفيات بدك تضرب بثلاثة، ومن هنا بيطلع الإجمالي حوالي 50,000 مريض بين عولجوا بالمستشفيات وعولجوا خارج المستشفى. رقم كبير ولا رقم متواضع جدا؟ ما زال أقل بكثير من أرقامنا السابقة. أوكي. إحنا كنا نسجل 250,000 مريض بالسنة، إحنا اليوم نتكلم عن 50,000 مريض ب4 أشهر، يعني بثلث السنة. يعني إذا ظلينا هذا المعدل من هون لآخر ممكن السنة ممكن يجي 250، بنوصل 150 150 أقل 150، وبالتالي لساتنا بعيدين عن أرقامنا. إحنا يعني متأملين إذا بنمشي على زيادة 10% سنويا بال25 نرجع ل 220,000 مريض. وبالتالي إحنا يعني حتى ب25 مش راح نوصل اللي كان 200 ب2018، إحنا نتمنى نوصل أكثر من ذلك. ولكن إذا بنتكلم على زيادة بنسبة 10% سنويا، هذا تقدير تحفظي بالنسبة لنا. طيب. نصل 220 كويس. أنا بتوقف عند هذه النقطة وسأذهب إلى فاصل قصير، ولو بعد الفاصل سأذهب إلى سعادة النائب عبيد الياسين لأطرح عليه السؤال: كلجنة سياحة نيابية، ما هو الدور لهذه اللجنة لتذليل الصعوبات على أقل تقدير والتحديات التي تواجه السياحة العلاجية؟ فاصل قصير وتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وجد ترحاب بجميع الضيوف. مباشرة لك سعادة النائب لأطرح السؤال الآن. هناك يعني تحديات تواجه تطوير السياحة العلاجية في الأردن، برأيك ما هو دور اللجنة النيابية في ذلك؟ مساء الخير أخوي عامر. سنور. مساء الخير للجميع، مساء الخير الأخوة المواطنين. يا سيدي العزيز، يعني أنت بتعرف أنه السياحة هي رافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني، والسياحة العلاجية هي أحد المحاور المهمة في هذا المجال. الآن الحديث كما أعتقد أنه عن السياحة العلاجية وارتباطها والإجراءات المتبعة في القطاع الصحي،
بحب انوه اخوي عامر انه تفضل والاخوان انه السياحه العلاجيه هي ليس فقط القطاع الصحي، ولكن ايضا يوجد عندنا يعني في المواقع المهمه جدا من الحمى الاردنيه الى معين الى البحر الميت الى العقبه الى حمامات عفره. فالاردن تزخر يعني بمناطق جذب للسياحه العلاجيه بسبب البيئه المناسبه والمناطق التي حباها رب العالمين في الاردن، بالاضافه للخدمات الصحيه والتي تنقسم الى قسمين، الى اعتقد القسم القطاع الخاص والقطاع العام. نعم يعني يوجد هناك تحديات، واعتقد انه احد الاخوه تطرق لها انه بحاجه اولا الى خط طيران مباشر، خط طيران من مناطق الاستقطاب او المناطق المستهدفه. في عندنا ضعف فيها، يعني لابد من وجود خطوط طيران للمناطق المراد او المستهدفه لجلب متلقي هذه الخدمه من السياحه العلاجيه، حتى يكون اولا الطريق سهل. وزارة الداخلية مشكورة يعني اليوم كان بالاجتماع، يعني هناك تجاوب كبير جدا، وهناك حتى تغير اسم خلينا نحكي الدول المقيدة والغير مقيدة، أصبحت يعني الدول التي بحاجة إلى موافقات مسبقة، وصار هناك سرعة في الإجراءات، وأعتقد الإخوان لمسوها. هذا من التحديات التي هي موجودة. يعني أستاذ ماشي، يعني أستاذ عبيد، هل تعتقد بأن هذا الدور يقع على هيئة تنشيط السياحة أم على وزارة السياحة؟ سيدي يعني حتى نكون واضحين مع بعض، وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة يعني التشبيك ما بينهم هو كبير جدا ومترابطين جدا، حيث أن رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة هو وزير السياحة، فبالتالي يعني هي الأدوار منقسمة ما بينهم. جزء كبير يقع على كاهل هيئة تنشيط السياحة بتدليل العقوبات، تدليل الصعوبات، ويعني المساهمة بإيجاد الحلول المهمة في هذا الاتجاه، ولكن ايضا ذراع واحد لا يكفي، لابد من مساهمه وزاره الصحه بهذا المجال، وان تقف كتف بكتف وزاره السياحه كتفا بكتف بجانب هيئه تنشيط السياحه. نعم. طيب دكتور، انا اطرح السؤال، ما هو دور هيئه تنشيط السياحه الان في العوده الى ما كنا عليه فيما يخص اعداد الزائرين الاردن بغايات السياحه العلاجيه؟ وهل فعلا فقط السياحه العلاجيه في الاردن تتوقف انه على زيارة المستشفيات والعمليات؟ أتفضل. شكرا أخي. يعني لما حكيت كمصطلح السياحة الصحية يشمل السياحة العلاجية والاستشفائية. كويس. الصحية هي التي تندرج تحت تعريف العلاج في المستشفيات والعيادات الخارجية، والاستشفائية اللي موجودة في البحر الميت وحمامات معين والمواقع الأخرى. ونحكي كمنتج سياحي جاهز الآن عندنا اثنين، بحر ميت عندنا جهة واحدة اللي هي عيادة واحدة في أحد الفنادق اللي بتعالج لأمراض المتعلقة بالجلدية، وحمامات معين، ونحن نعرف الفندق العلاجي موجود في معين، بس لكن مش مستغل بشكل صحيح، مستغل لأنه بده تجديد ويدار من قطاع خاص، ويجب إعادة النظر فيه، وأنا معك يجب أنه يتم استغلاله، لكن أعتقد الآن في إنهاء للتعاقد مع في خلافات مالية عليهم في مع الضمان الاجتماعي، بعتقد راح يتم حله، لكن يجب أن يكون حرام في طريق، والله لازم في طريقه إلى الحل. الآن دور الهيئة هو تسويق وترويج الخدمات. الآن بتعاون مع اتفاق مع جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، تم تحديد 27 حالة مرضية الأردن يتميز فيها، ما حدا بيقدر ينافسنا فيها. كويس، أنا كنت أطرح هذا على الدكتور فوزي. نعم. لكن الحالات راح أحكي فيها الدكتور، ولكن الآن بالمنصة اللي حكيت لك عنها بتم الآن التسويق والترويج من خلال أول إشي أطلقنا حملة تسويقية الآن شغالة في العراق وفي فلسطين، في الكويت، في الإمارات، وفي السعودية، وأحضرنا العديد من المؤثرين اللي أجوا زاروا مستشفياتنا الخاصة. بس لحظة، وبالتالي أدرك تماما بأنه أغلب القادمين من هذه الدول أو أكثرهم بيجونا من هذه الدول. نعم. عشان هيك أنت رح تروجت عنده 100%، لأنه ماشي. إحنا التنسيق لما يحكي لي الدكتور فوزي إنه إحنا بدنا نتوجه هاي الأسواق، وإحنا بنروح إذن يعني مع بعض بنروح، لما نروح إحنا أكمل لك على أنشطة الآن. نطلع على إشي اسمه معرض متنقل مع الجمعية المستشفيات الخاصة، بنروح على عدة دول ويتم لقاء أصحاب القرار. بدي أكد لك أخي عامر، شركات التأمين مهمة الآن، صار في دعوة راح يكون بالتنسيق مع الجمعية، دعوات شركات التأمين العالمية، بعد بدل ما تأمن المريض زي ما حكى الدكتور بتستنى أنت في دول أوروبا وأمريكا، بتستنى على الدور حتى تعمل عملية قلب مفتوح. نعم.
بدل ما يأمن المريض في دولة زي كوريا أو الهند أو تركيا، الآن الشركات التأمين راح يتم استقطابها من الأردن حتى يتعاقدوا مع المستشفيات الأردنية حتى يأمنوا المرضى في الأردن. خطوة كويسة، هاي الخطوة الأولى. القضية الثانية، هناك أصحاب قرار مؤثرين في بعض الدول، في يعني زي وزراء العمل، مدير الضمان الاجتماعي، اللجان الخاصة اللي بتبعث المرضى، بتبعث المتقاعدين العسكريين المدنيين، كبار رجال الدولة، الجيش للخارج، وفي تعاقدات مع مستشفيات خارج بأوروبا. نحكي بصراحة، استقطبنا مجموعة من دول دولة الكويت، الآن مشتغل على دول أخرى استقطابهم، وجولة استطلاعية على المستشفيات كافة تحت مظلة الجمعية، وبالتالي بيشوف الخدمات، بيشوف الأسعار، وبالتالي تحويل والتعاقد من هذه الدول إلى 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 الأردن. ومرات بتصدف على فكرة بيكون مأمن أو الدكتور أردني بيكون عامل العملية. صحيح. يعني بيطلع دكتورنا بيطلع بيعمل العملية في مستشفى في ألمانيا أو في فرنسا أو في بولندا أو في أي دولة أخرى، بس ممكن يجي هون بيكون بثلث الكلفة. بالتالي الآن في تحرك جاد في هذا الموضوع. القضية الثانية أنه الآن الرحلات الاستطلاعية والتعريفية على منتجاتنا السياحية العلاجية والاستشفائية والطبية الآن على قدم وساق. بجوز كمان يحكي الدكتور عن موضوع المؤتمر اللي راح يكون فيه في نهايه السنه. قد ما قدرنا نجيب اصحاب قرار، قد ما قدرنا ان نجيب مرضى. هل يصلح ان يكون هناك اتفاقيات خاصه مع وزارات الصحه المختلفه؟ ما هذا اللي بنحكي فيه الان. عمليه البروتوكول الصحي يجب ان يكون يمر من خلال احنا بنجيب هاي الشركات، بنجيب اصحاب القرار، ولكن كحكومه يجب ان نعمل اتفاقيه مع وزاره الصحه. كويس. الدور الان الهيئه كايا، هل تستطيع الهيئه الان تقدر تروح انتم على السفارات المتواجده في الاردن لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات واطلاع السفير على الخدمات المقدمه فيما يخص السياحه الصحيه؟ سيدي في ملحق صحي من الدول اللي حكيت لك عنها، في الدول المستهدفه اللي احنا بعثوا لهم ملحق. سيدي في ملحق صحي عراقي موجود، في ملحق صحي كويتي موجود، في ملحق صحي سوداني موجود وليبي. فأنت هذول مسؤولين عن هذا الموضوع، بالتالي هناك تنسيق مشترك. ولكن اللي عم بصير قاعد الآن قضية الطيران مهمة، قضية التأمين بالمطار، في عدة محاور، ولكن الدول اللي فيها زخم من المرضى يعني موجودة، دولة الكويت، السعودية موجودين، بفلسطين موجودة، لكن بدنا نزيد. وإحنا قاعدين نتوسع الآن، نحكي مع الدكتور نطلع على نيجيريا، نحكي على كينيا. أصحاب السعادة السفراء الآن قاعدين بحضروا لمعرض سياحي متنقل، نطلع على هاي الدول حتى نوسع القاعدة، مش نضل محصورين في 3-4 دول. الأردن يستطيع أن يخدم كل الدول الموجودة. إذا برجع أحكي لك 27 حالة اللي إحنا فيها ميزة تنافسية من حيث فنيا وعلميا ومن حيث السعر، راح نطلع فيها للعالمية. طيب، فإحنا قاعدين نشتغل عليها مع أنا بدي أسمع المسكية. أهم يعني اللي بيجوا على الأردن، شو أكثر المرضى بيكونوا بيعانوا من شو؟ هاي نقطة. وكم نسبة القادمين لعمليات التجميل؟ شوف احنا الأردن وقص المعدة وهي تمام. تفضل. الأردن انعرف منذ بداية السبعينيات القرن الماضي بإيش؟ أول قلب مفتوح، قلب، عمليات القلب، أول زراعة كلى، تمام. وبالتالي احنا من البدايات انعرفنا بالاشياء الصعبه وما زلنا معروفين بهذه الاشياء. عشان هيك المرضى اللي بيجوا اليوم اكثر التخصصات المطلوبه امراض القلب والشرايين، بعدين بيجي العظام والعمود الفقري والمفاصل، بعدين بتيجي الجراحات ومن ضمنها جراحه السمنه، بعدين بتيجي الاطفال الانابيب، والاردن كان اول طفل انابيب يولد في الوطن العربي يولد في الاردن. يعني مش بس انه طيب اسالك سؤال معلش دكتور. نعم. احنا اول عمليه قلب مفتوح. نعم. اول طفل انابيب. نعم. اول زراعه كلى. اول زراعه كلى. اول زراعه قلب. اول زراعه قلب، تمام. طب طول الشهر احنا ليش ما بنرجو لهم بالشكل الصحيح؟ بالعكس، طول النهار نروج فيهم. بس احنا شوف، احنا زي ما يعني كنت اعرف القلب والله، بس زي ما حكى الدكتور عبد الرزاق، احنا اول شيء بنطلع زيارات للدول المستهدفه. كل المؤتمرات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية بنشارك فيها وبنمثل الأردن، وهذه البرزنتيشن أو السلايدات اللي احنا بنعرضها اللي فيها إنجازات الأردن، الإنجازات طويلة طبعا، أنا ما بدي أطيل على المشاهدين، لكن كلياتها نذكرها في هذه المؤتمرات. احنا الأردن معروف أكثر في العمليات الصعبة،
زراعة الأورام يا سيدي. عندنا احنا مركز الحسين من افضل مراكز معالجة الأورام السكري، مركز السكري دكتور كامل. وبالتالي يعني الشاهد انه الأردن، انت سألتني عن التجميل، احنا عندنا تجميل لك بس ما عندنا كثير، يعني احنا مش كثير سوقنا حالنا في مجال التجميل. ثقة المريض العربي انه يجي يعمل قلب مفتوح عندك او يجي يعمل زراعة كلى او زراعة كبد او يتعالج للسرطان، هذا بيعطيك مؤشر ان هو يثق في الطب في الأردن. يعني ناش نذكر اسامي دول، بعض الدول معروفة انها مثلا مشهورة بزراعة الشعر، غالبية السياحة العلاجية بتروح عندهم زراعة شعر. صحيح. هذا مش انجاز عظيم، واحنا ما عم بنسوق لزراعة الشعر ولا عمرنا أصلا فكرنا أنه يكون هذا ميزة تنافسية للأردن، لكن إحنا بنسوق حالنا بالأشياء اللي فيها إنقاذ حياة الناس، نسوق حالنا بالأشياء اللي فيها فعلا صحيح تميز، يعني طبي. تميز طبي. وبالتالي أنت المريض اللي بيجي بعمل عندك عملية لازم الرقات عندك. لا هو ما في شك، شوف يعني إحنا الأطباء معروفين على مستوى العالم. هو أنا هذا بدي أطرح لك يا السؤال الآن يا دكتور. نعم. الآن المريض بيجي الآن، خلنا نروح نياك على دول خليجي من الممكن. نعم. راح يشوف امكانيات هائله وضخمه في التجهيزات في المستشفيات. صحيح. انت بتفوت على فندق مش 5 نجوم 7 نجوم بتفكر حالك المستشفى. نعم. ادرك تماما. نعم. بقولك المستشفى بتحسه فندق. نعم. 7 نجوم. نعم. في السياحه العلاجيه ابحث عن الطبيب لا ابحث عن الاثنين الاغلب الاكثر. ليش بيجوا على الاردن؟ شوف الاردن نجح بالاستثمار بالكوادر البشريه، وبالتالي سمعه الطبيب والممرض والكوادر الصحيه الاردنيه اللي اليوم احنا شاهدنا انه في 2500 طبيب اردني بيشتغلوا في المستشفيات الامريكيه. هذا رقم مش سهل. عارف شو يعني لما يكون هذا الرقم بيشتغلوا في افضل المستشفيات، بتلاقيهم بمايو كلينك وبكليفلاند كلينك، وكثير من المرضى العرب بس يروحوا على امريكا بيلاقوا انه الطبيب اللي بيعمل له العمليه في امريكا او في المانيا او في بريطانيا اردني، طبيب اردني. انا ابني بيشتغل في لندن باكبر مستشفيات بريطانيا، جراح مسالك بولي. تمام. فلما يروح مريض عربي بغض النظر من وين هيروح على هذا المستشفى، الارجح انه هو اللي يعمل له العمليه. ليش؟ لانه هو بيعرف يتعامل معه، هو طبيب مرخص وبالتالي يستطيع ان يعمل مثل هذه العمليات. وبالتالي اطبائنا هم كانوا سفراء للاردن وما زالوا. الامر الاخر المستشفيات، ذكرت المستشفيات مع استمرارهم في الخارج ام تدعوهم الى الداخل؟ كثير من الاطباء بيرجعوا الى الاردن. كثير من الأطباء الأردنيين بيجوا بيشاركونا في المؤتمرات اللي إحنا بنساويها في الأردن، وأيضا يساهموا في نقل الصورة الإيجابية الحسنة عن الطب الأردني، لأنه هذول الأطباء غالبا أكثر من 99% هم خريجين كليات الطب الأردنية، فإذا هذا كمان عم بيعطيك شهادة إيجابية بالتعليم الطبي الأردني. كويس، بتوقف عند هذه النقطة رفيع الأستاذ خميس حتى أطرح عليه. وبالتالي إذا تفضل الدكتور وضيوفي، إذا كان عندي 2500 طبيب هذولا في المستشفيات الأمريكية، هذا دليل بأن هناك قوة في القطاع الطبي بالأردن. أطرح السؤال، هل هناك تجاوب من قبل وزارة الصحة نحو فيما يخص السياحة العلاجية؟ هل سيكون هناك أكثر مرونة في التعامل؟ يعني هذا التأمين اللي بيشكل مشكلة، ما هو جاي يتعالج، ليش بدي لازم أجيب تأمين حتى أدخل على الأردن؟ أصلا أنا جاي أتعالج. هذه النقطة، لماذا مثل هذه النقاط هي سهلة في اتخاذ القرار لكن تؤثر بالسلب على السياحة العلاجية؟ لمستوا تجاوب من قبل وزارة الصحة على ذلك أم لا؟ تفضل أستاذ خميس. أستاذ عبيد، يعني الأسئلة اللي سألتها أسئلة يعني ممتازة جدا، لكن أنا حاب أركز اليوم إنه إحنا بحاجة إلى يكون في عنا تسويق ممتاز للسياحة العلاجية في الأردن، بحاجة التركيز على البنية التحتية للمواقع السياحة العلاجية بالأردن، بحاجة أن نحافظ على الخبرات من الأطباء الأردنيين والكوادر الطبية في الأردن في هذا المجال، وألا يكون فقط يعني التركيز على المستشفيات. يعني السؤال اللي بنطرحه اليوم، ليش ما يكون عندنا في وحدات أكثر من وحدة صحية في البحر الميت عندنا وحدة واحدة؟ ليش ما يكون في عندنا في حمامات عفرة؟ ليش ما يكون عندنا في الحمى الأردنية؟ ليش ما يتم تطوير المواقع الموجودة في المعين؟ اليوم احنا بالعقبة بنشهد انه في عندنا مستشفى ايلا
للسياحة العلاجية، وهذا راح يكون من المستشفيات يعني مهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط. هذا كله اعتقد بجاوب على جزء من الاسئله اللي سالتها اخوي عامر. استاذ عبيد، سؤال اخر طبعا يجب ان يكون هناك سؤال اخر فقط، هل هناك السياحه العلاجيه في الاردن مختصره على عمان فقط صح؟ صحيح. طب لماذا لا تكون على باقي المحافظات؟ ما السبب في ذلك؟ هذا السؤال اللي انا بحكيها وحكيت لك اياه الجواب الان، انه يجب ان يكون هناك يعني توزيع عادل من جهود وزاره الصحه وجهود القطاع الخاص على بقيه محافظات المملكه، تمتد من الشمال الى الجنوب مرورا بالوسط. الاردن ربنا حباها في مواقع يعني خاصه بالسياحه العلاجيه ومن افضل المواقع عالميا، وقد تكون هي من المواقع الاولى في اسيا وشمال افريقيا. فبالتالي احنا هاي المناطق يجب ان يتم تطوير البنيه التحتيه فيها ويتم تسويقها بشكل يعني انه جميع الشرائح المستهدفه في هذا المجال ويتم استقطابها الى الاردن، وايضا ان نحافظ على الخبرات نفس اللي تفضلت فيه وحكيت لك اياه. هذا مهم جدا، وهذا الدور يقع يعني جزء كبير منه على هيئه تنشيط السياحه، وجزء على وزاره السياحه، وجزء على وزاره الصحه. فاعتقد الحكومه يعني يجب ان تاخذ هذا المجال بعين الاعتبار بشكل افضل، وأن يتم العناية في كافة المنشآت أو المواقع السياحة العلاجية الموجودة على مساحة الوطن كاملة. وسأترك الدكتور عبد الرزاق يجيب على هذا السؤال سعادة النائب، لكن بعد فاصل قصير أخيرا تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد، واحيل السؤال الذي طرحه سعادتنا بلك دكتور. الحديث ترتكز السياحه الصحيه في عمان، لماذا؟ يا سيدي شوف، بجزء من البدايه كانت العاصمه، وعاده بكل دول العالم العاصمه هي بتكون مركز الخدمات زي حالنا حال اي دول اخرى، ولكن بدي اكد على شغله. هون بندعي القطاع الخاص، يعني شوف مثل الاستثمارات او التوجه الان من المرضى الى المستشفيات الخاصه، يعني بنحكي قطاع خاص الآن، يعني ندعو المستثمرين في القطاع الخاص أنه يوسعوا استثماراتهم في كافة محافظات المملكة. الآن بدي أكد أنه الاستثمار السياحي في أي محافظة في المملكة يعامل معاملة المناطق التنموية من حيث الإعفاءات، من حيث مدخلات الإنتاج، من حيث الجمارك وضريبة المبيعات وضريبة الدخل. فبالتالي أي استثمار في أي محافظة كقطاع خاص كمستشفى كسياحة تحت تندرج تحت سياحه بيكون كوساحه علاجيه بيكون بحصل على الاعفاءات، لكن هنا بندعو المستثمرين انهم يجوا على المحافظات. وانا بتفق مع اخوي النائب عبيد في هذا الموضوع، ما باستثناء موضوع العقب الان بيكون في عندنا استثمارات، لكن في الشمال وباقي المحافظات ما في عندنا استثمارات. ولكن احنا قاعدين بنحاول الان انه نزيد العدد المرضى للاردن من خلال التسويق والترويج. الان المحتوى اللي عم بيطلع على السوشيال ميديا في صفحه هيئه تنشيط السياحه ومنصه سلامتك عم بزيد، عندنا الفيديوهات اللي تم نشرها عن انت بهمك بالبرة بيمكنش برا، عم نحكي على الاقل فيديو 3 مليون مشاهده، هذا ما كان موجود كويس. يعني من السنه والجايه بعد كورونا صار في تسويق لمحتوى مختلف، حتى نوعيه الدعايه ماشي اللي بنحكي فيها طريقه غير تقليديه، بنحكي عن انجازات بنحكي عن كويس. انا بدي اطرح سؤال عليك الان وردني هذا السؤال بالتالي. الأسعار عندنا بالأردن عالية جدا مقارنة مع بعض الدول، ما أذكر تركيا والهند ودول أخرى. لا يتحدث عن أسعار علاج المستشفيات على وجه الخصوص، بقولك مش بس يعني إذا كانت الأسعار بالنسبة للمستشفيات إذا قارنا بعض الدول في شيء أغلى وفي شيء أرخص. يقول أسعار الفنادق غالية، مطاعم غالية، وهناك بعض الأخطاء الفردية التي من الممكن أن تنعكس بالصورة السلبية على اللي جاي أو المتلقي. كيف يمكن أن نقلل هذه التكلفة؟ زيادة الاستثمارات سيدي، خلينا نحكي بصراحة، يعني الفنادق ضروري تاخذ لها 200-300 دولار سيدي، خليني أوضح شغلة فضل. يعني أنا مش دفاع عن القطاع الخاص، ولكن ماشي. أنت بتحكي في البحر الميت كم فندق عندنا؟ 5-6 فنادق في العقبة، كم فندق شاطئ عندنا؟ على عداد الأصابع. لما تقارن الأردن بشرم الشيخ أو تقارن بتركيا اللي عنده 120 ألف غرفة فندقية، الآن كل ما زاد الاستثمار في هذه المناطق بالقطاع الخاص كل ما صار في منافسة كل ما خفض السعر. القضية الثانية اللي قاعدة بتأثر كلفة الطاقة. الآن
أنا بعرف خلال اطلاعي أنه بعض الفنادق في البحر الميت فاتورتها الشهرية بحدود 120 إلى 150 ألف دينار فاتورة الكهرباء، في حين نفس الفندق موجود في دولة أخرى بدفع 15 ألف دولار. الماء، كلفة الماء عالية جدا عليهم، كلفة بناء الغرفة في الأردن كثير عالية، حتى بالمستشفيات يعني هلأ المستشفيات اللي تتوسع الآن في طلب، يعني ما ينطبق على الفنادق ينطبق على المستشفيات، كلفة الطاقة عليهم كبيرة. قضية مع التعرف الجديدة بيستفيدوا، يعني قضية الاستثمارات، يعني شوف أحكي لك شغلة، الاستثمار والسياحة والطيران اللي هي تسهيل الدخول هي ثلاث محاور رئيسية لأي مقومات دولة سياحية. إذا ما عندك خط طيران مباشر بسعر رخيص ما عندك سياحة. كويس، معلش معلش، والله من هاي النقطة بدي أرجع لك يا دكتور وتحدث معي بصراحة، مش بدبلوماسية، ماشي بصراحة، ماشي. الآن أنت بتقول لي وأنا شايف أرقام، تسمح لي أشوف هذه الأرقام والجنسية؟ هاي الأرقام، هذول اللي إجونا مزبوط، هذول إزاروا الأردن صح؟ من العراق جانا 2407، من فلسطين 1991، سوريا 1900، السعودية 1700، اليمن 1100، ليبيا 400، مصر، أمريكا، السودان، قطر، ما إلى ذلك. هذول الإدخالات، هذول الإدخالات. بس السؤال، هذه الأرقام يا دكتور، لأن أنا بده يجيك واحد على الأردن شو بدي أجيب، بدي أجي تعالج. إذا كانت الفنادق لهم خصومات، إذا كان هناك بعض وسائل النقل لهم خصومات، إذا بس فاتوا على المطار وجدوا لهم خصومات، إذا المستشفى راحت جابت له السيارة وجابت له هذه الخصومات، بدال ما يدفع هو للعلاج وكل هذه المناطق 10,000 دولار صار يدفع 5، بدال الواحد بيجيك 4. تمام. طيب الحكومة بتيجي بتسهل لك شغلة وبتسكر، بتفتح شباك وبتسكر طاقة. تمام يا سيدي، احنا بنحكي دائما بموضوع الكلف التشغيلية بالضبط، والطاقة يعني هي واحدة منها. احنا ضريبة الدخل على القطاع الصحي كانت 14%، الطاقة 14، لا لا الدخل، الدخل كانت 14%، اليوم 21%. ضريبة المبيعات على المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%. دكتور الدخل 14% صارت 21 للفوترة، ضريبة الدخل، نسبة الضريبة الدخل ماشي. المبيعات ارتفعت على المستهلكات الطبية من 4% إلى 16%. صحيح. تمام. فاتورة الطاقة حكى عنها الدكتور عبد الرزاق. اشتراكات الضمان الاجتماعي اليوم القطاع الصحي بيعتبروه من المهن الخطرة، وبالتالي أنا الممرض اللي عندي أو الطبيب بدفع عنه اشتراك ضمان 22.75%، يعني تقريبا ربع إجمالي الراتب اشتراكات ضمان. هذه الكلف كلياتها بتأثر على قدرة المستشفيات وتوفر السيولة. هامش الربع عالي؟ أبداً، بالعكس كثير من المستشفيات اليوم بتخسر. أنا بعتقد أنه إحنا في عنا إمكانية نقدم حزم علاجية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الفنادق، مع شركات الطيران، وفي عنا تنسيق الآن مع الملكية الأردنية بحيث يصير في عنا. وين هذه الحزم؟ موجودة؟ موجودة على منصة سلامتك. موجودة. المريض موجودة. اليوم. نعم. المريض اليوم بيقدر يدخل، بيختار المستشفى اللي موجود اسمه على المنصة، بيختار العملية اللي بده اياها، وبيشوف كم سعر العملية من إلى. والمستشفيات اليوم عم بتوفر خدمة انها تستقبل المريض من المطار وبترجعه للمطار. شبكين مع الفنادق؟ نعم، الفنادق اليوم قدمت أسعار. شبكين معها ولا جديد قدمت الأسعار؟ جديد. جديد. اللجنة اللي ذكرت اليوم، يعني معلي جمعية الفنادق الآن سؤال بيطرح نفسه، طب احنا شايفين السياحة وشايفين كورونا وشايفين الدنيا والغرف أغلبها فاضية، وإذا بتروح على العقبة بالعيد بتلاقي الكيش مطرح يجر ماشي. طيب الآن يعني لماذا يكون هناك تخفيضات؟ بعرف فاتورة الطاقة عالية جدا، والآن في عندك بتحدث عن تعرفة جديدة، ووزير الطاقة ممكن بسمعنا وإن شاء الله يكون ضيفنا خلال اليومين هذول، بس فقط يعرفنا أكثر على تعرفة الطاقة الجديدة. طب هو السؤال، أنت عارف تعرف الطاقة راح ينقصوها؟ فاتورة الطاقة راح تنقص؟ الدخل راح تنقص؟ المبيعات راح تنقص؟ ما هذه المشكلة، هذه التحديات صار لها قديش؟ صار لها 5 سنين وما في حل إلها يا سيدي. هلا تعرفت الطاقة، يعني أنا بعتقد أنه إذا حتستضيف معالي وزير الطاقة بتحدث فيها، بعض القطاعات الاقتصادية تم التخفيض عليها، من ضمنها المستشفيات. صحيح. نزلوا لنا قرشين، لكن ما زالت أعلى من طموحنا بالنسبة لأسعار الطاقة. أنا بعتقد أنه في عنا فرصة الآن كبيرة أنه نرجع أعداد المرضى إن شاء الله إلى الأعداد اللي كانت موجودة قبل الكورونا، لكن هذا يحتاج إلى تضافر جهود من وزارة الصحة،
وزارة الداخلية، الصحة، وزارة داخلية. الخارجية، سفاراتنا في الخارج عليها مسؤولية، طاقة، شركات الطيران، طاقة، وإحنا علينا مسؤولية، إحنا كجسم طبي علينا والسياحة مسؤولية. والسياحة طبعا، والسياحة 100% شريك رئيسي. أنا بعتقد إحنا علينا مسؤولية ضمان جودة الخدمة المقدمة لهؤلاء المرضى، الالتزام بلوائح الأسعار والالتزام بالإجراءات السليمة، بحيث أنه هذا المريض اللي بيرجع إلى بلده يكون سفير للأردن بين أهله وبين أقاربه. كويس. إذن دكتور أمدد وقتنا نقطة، ظل معي دقيقة واحدة أستاذ عبيد. إذن المشكلة إحنا أنه المشكلة عارفينها وعارفين الحل، بس الحل لا يؤخذ، ورايحين نكرر هذه التحديات إلى أن يجينا واحد يقول عمي خفضوا الطاقة وخفضوا كذا وخفضوا كذا للقادمين للسياحة العلاجية، واحد أثبت أنه جاي يعمل سياحة علاجية خفضوا له هذه التكاليف حتى تستفيد المستشفى والاستثمار والسياحة والطاقة وكل هذه النقاط. من يملك الحل بهذه النقطة؟ نعم، يعني إحنا نتحدث عن السياحة، والسياحة حقيقة يعني التحديات التي تواجه السياحة بشكل عام تواجه السياحة العلاجية كما تواجه كافة يعني محاور السياحة ومجالات السياحة من سياحة المغامرة والسياحة الطبيعية والسياحة وأنواع السياحة الأخرى. فالسياحة العلاجية هي جزء يعني رئيسي، نعم بحاجة إلى الحل، والحل واضح، كلفة تشغيلية يعني تجد أن فاتورة الطاقة تصل إلى 40%، لابد من الحل والتوجه إلى الطاقة البديلة وإلى يعني الطاقة المتجددة حيث يتم تخفيضها، لابد من تخفيض الضرائب والرسوم المترتبة على كافة المنشآت المختصة بهذا المجال ومنها الفنادق وكل المنشآت المرتبطة بالسياحة العلاجية وعلى المستشفيات وغيرها. نعم لابد من تقليل فاتورة التكاليف حتى يتسنى استقطاب عدد كبير وحتى نكون منافسين لدول الجوار والدول التي يتم تسويق السياحة العلاجية فيها بشكل يعني مميز جدا. إن شاء الله يا سيدي. أنا بس عندي سؤال واحد وبدي إجابته بسرعة دكتور فوزي، هل يعود سبب عدم انتشار مستشفيات خاصة بالمحافظات إلى عدم الجدوى الاقتصادية؟ كم عدد المستشفيات الخاصة بالمحافظات خصوصا وصار الفئة الدرجة الثالثة بتعالجوا المستشفيات الخاصة أيضا ثاني والثالثة؟ صحيح، هم بتعالجوا للحالات الطارئة فقط. المستشفيات الخاصة منتشرة تقريبا في معظم محافظات المملكة، يعني في إربد في عندك 7 مستشفيات، في الزرقاء في عندك 6 مستشفيات، في الكرك في 2، في العقبة في 2، الطفيلة ما فيش. لكن عجل. معظم المستشفيات يعني شوف المستشفيات الخاصة تفتح في الأماكن التي يوجد لها حاجة، فإذا كانت المدينة أو المحافظة مغطاة بالكامل بشكل جيد من قبل المستشفيات الحكومية لن يكون هنالك حاجة للمستشفيات الخاصة. بس كلمة أخيرة أنا بدي أحكيها أنه إحنا بشهر 11 نستضيف المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي، وهذا أكبر منتدى على مستوى العالم راح يكون تحت رعاية جلالة الملك، ونتوقع مشاركين أعداد كبيرة جدا من أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم. وسيقوم تغطيته إن شاء الله ونعمل حلقة هناك ونستضيفكم فيه. شكرا. ونأمل لكم النجاح. شكرا جزيلا لضيوفي، وسأبدأ من العقبة. أشكر عضو لجنة السياحة والأثار خدمة العامة النيابية سعادة النائب عبيد الياسين، شكرا لك لحضورك أيضا ومشاركتك بالحلقة. أشكر موصول رئيس جمعية المستشفيات الخاصة دكتور فوز الحموري، شكرا لك لحضورك. شكرا لك عطوفة مدير عام تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، شكرا لك ولحضورك. دمتم بخير، ألتقيكم يوم الغد، فإلى حين كل التحية.